تم كانت مصالح الشرطة للفرقة الجنائية بمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران في عملية نوعية من إطاحة بعصابة إجرامية منظمة تتكون من شخصين بلغان من العمر 38 و 39 سنة من ذوي سوابق عدلية. العملية أسفرت عن حجز 2762 قرص طبي من مختلف الأنواع، مبلغ مالي قدر ب 1.6 مليون سنتيم من عائدات الترويج، حجز سلة أبيض الحجم صغير ومركبة كانت تستخدم في النقل والشحن والتخزين ليتم تحرير إجراء قضائي بالخصوص النقل تخزين الحيازة والمتاجرة في مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بدون رخصة ضمن جماعة إجرامية منظمة.